مبروك على الشياكه، مبروك على الافتتاح، مبروك على القيمه والقامه، مبروك علينا بجد، قدمت لنا نموذج كان قرار متاخر ولكن حصل. الله يخليك يا محمود، متشكر جدا على الكلام الجميل اللي انت قلته. والحقيقه كل اللي انا كنت بعمله هو تقديم قيمه فعلا تستحقها السينما المصريه. السينما المصريه السينما الرائده في المنطقه وكانت في العالم. احنا ابتدينا مع العالم كله لما ابتدى سينما. نعم. عندنا معدات كانت موجوده في هوليوود طوروا بيها اكبر الافلام، موجوده عندنا لغايه دلوقتي. السينما المصريه مش قليله، السينما المصريه مهمه ولازم يبقى ليها هذه المكانه، ولازم مهرجان الطائرة السينمائي اللي بيمثل السينما المصريه يبقى في نفس القيمه. ده اللي كان في ذهني طول الوقت. اللي عجب الناس الافتتاح، اللي عجب الناس الشياكه، اللي عجب الناس الالتزام. حضرتك في الاول قلت ان انا هحط ضوابط، والجميع اعتقد التزم بهذه الضوابط. ده كلام سليم جدا وجميع مقتنع، وانا حاسس ان الجميع كان عايز كده من الاول. انما لما بتلاقي اداره بتقول لك انا طلباتي 1 2 3 الناس بتلتزم. بس فده اللي كان يهمني، ان انا اقول فعلا ده مهم ان احنا نبقى على هذه القيمه. وبعدين مهرجان القاهره السينمائي من اهم 14 مهرجان في العالم. هي في منظمه دوليه اسمها الفياب، واحنا تابعين لهذه المنظمه، الفيدراسيون انترناسيونال دي بروديكتور، دي مكانها موجود في باريس، واحنا اعضاء في هذه المنظمه. وهذه المنظمه تضم 14 مهرجان درجه اولى، هم كان، فينيسيا، برلين، سان سباستيان، القاهره، يعني اقدر اكمل لك كده. احنا لازم نبقى على هذا المستوى، ما ينفعش نقل. ده اللي كنت بطالب بيه، ان احنا نبقى على هذا المستوى. الناس دي بتيجي وتشوف وبيرصدوا حركتنا، شوف ايه الافلام اللي جبناها، ايه لجنه التحكيم شكلها ايه، مين اعضاء لجنه التحكيم. كل ما بيزيد هذه القيمه الفنيه اللي احنا بنقدمها، كل ما مكانه المهرجان بترسخ اصلا. كل ده مرتبط ببعضه. الفارق ما بين هذه المره ومن 20 سنه مثلا، ايه الفارق ما بين الاثنين؟ المجهود المره دي مختلف اكتر، يعني افلام اكتر، الوضع مختلف تماما. بص يا محمود، اولا اهم حاجه سوري محمود محمود واحمد واحد محمود واحمد واحد. لا واحد والله، محمود اخويا الصغير وهو صديق طبعا، وانا بتشرف طبعا، مفيش مشكله خالص. لا حبيبي، راجل فنان كبير برضه. بص، التكنولوجي التكنولوجي اتغيرت خالص، الدنيا اتغيرت. يعني زمان كان بيجي لنا الفيلم في علب 12 علبه ولازم نحطهم في الثلاجه عشان يحافظ على درجه الحراره وشيل العلب والبروجيكتور الكبير والضخم. دلوقتي انت عارف اللي بيحصل ايه؟ الفيلم مش معايا. الفيلم بيجي عن طريق الهواء، بيجي على الساتلايت. السينما فيها جهاز استقبال للفيلم. يعني انا بعرض فيلم مش موجود. كله بقى في العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه ده. تكنولوجي غريبه جدا. وبعدين تعال امسك حاجه تانية، انت النهارده بتحجز اماكنك في السينما بالاونلاين. انت قاعد في البيت ماسك التليفون، انا هروح الفيلم الفلاني، هروح الفيلم الفلاني، هروح الفيلم العلاني. مفيش تذاكر ولا حاجه. نعم. فطبعا كل ده اتغير. بنتكلم على يعني كام فيلم عندنا؟ احنا جايبين اكثر من 100 فيلم. من حوالي اكثر من 50 دولة. من جميع انحاء العالم، من امريكا الجنوبية لغاية شرق اسيا، من الشمال الجنوب، من افريقيا، من الدول العربية. عندنا مجموعة رائعة من الافلام. وعندنا لجنة تحكيم درجة اولى، رئيسة لجنة تحكيم دي فنانة مخرجة كبيرة جدا يابانية. عندنا لجنة هايلة، عندنا أفلام متميزة جدا جايبينها، اللي داخلة في المسابقة مجموعة أفلام متميزة جدا. ده كل ده بيدي قيمة للمهرجان، وبين هو ده المهرجان الحقيقي. عندنا ورش وعندنا محاضرات. النهارده بيلا طار المخرج الكبير موجود معانا، أدى محاضرة مهمة جدا النهارده، أنا نفسي حضرتها. هيدي ورش لطلبة السينما. دي حركة، وأنا مدي بقى كمان تخفيضات لطلبة الفنون الجميلة وطلبة الفنون المسرحية. مديهم كام؟ 50%؟ 50%. كويس. 50%، وبعدين جميع الصحفيين، ومحمود ممكن يقول لك الكلام ده، عندهم على طول الكروتة بتاعتهم بالكارنيه، على طول بياخد من المهرجان الكارنيه بتاعه وبيحضر كل الأفلام. بس أنا عامل حاجة جديدة بقى تبع الثانية، يعني مثلا
لما الصحفي الزميل الصحفي ما يحضرش اول عرض هو حجز كرسي طبعا وما حضرش. ثاني مره حجز كرسي وما حضرش، ثالث مره مش هيحضر. لان انت بتخش الصاله تلاقيها فاضيه والناس واقفه بره عايزه تخش عايزه تدخل مش لاقي اماكن. فده برضو ده جديد يعني. دي برضو التكنولوجيا هي اللي ورثنا الحكايه دي ازاي نقدر نعملها ونظبطها يعني. بصراحه من الحاجات كمان المهمه واللي لمست الوفاء امبارح اللي حضرتك عملتها، عملت حاجتين مهمين جدا ولازم اقول لحضرتك عليهم بصراحه، الفنان الكبير سمير صبري وايضا ذوي القدرات الخاصه الاثنين. بالظبط. يعني انا كان مهم جدا اولا ان احنا نكرم سمير، فنان كبير وكان له تاثير كبير في الفن وفي الحياه الفنيه وكان بيطفي بهجه وانشراح بكل افلامه، وكان صديق عزيز جدا عليا ايضا. فكان لازم ان هو يتكرم. وبعدين كرمت مجموعه برضو من الزملاء فقدناهم السنه دي زي شمس ليم وزي مها بعوف وعلي عبد الخالق. يعني كل دول زملاء مهمين كان لازم انهم يذكروا. الحاجه الثانيه المهمه كمان ان انا المهرجان قررت ان انا ارمم فيلمين كل سنه من افلام السينما المصريه اللي ليها تاريخ. يعني السنه دي هنرمم فيلم يوميات نائب في الارياف ده توفيق الحكيم واخراج توفيق صالح. وبعدين توفى علي عبد الخالق فقررت ان انا ارمم فيلم اغنيه على الممر. اغنيه مهمه جدا ليها وضعها الخاص لانها كانت بتتكلم عن حرب الاستنزاف. فبالتالي الافلام النهارده ابتدت تتحلل فلازم نحافظ عليها. فبنقلبها ديجيتال. بتنظف الفيلم بقى، ما فيش بقى الخروق الخرابيش اللي بتشوفها فيها دي والخطوط اللي بتبقى موجوده فيها دي، من خلاص بتبقى الفيلم نظيف كانه لسه خارج من المعمل. حضرتك الى جانب بقى تكريم ايضا عدد من نجوم منهم كمان الفنانه لبلبه. طبعا. نعم. طبعا. لبلبه فنانه مجتهده جدا. اشتغلت من وهي عندها 5 سنين. عملت افلام كتير قوي قوي. حوالي 80 فيلم كنا بنتكلم او 88 حتى. اخذت جوائز في مهرجانات مختلفه، كانت عضو لجان تحكيم في افلام كتير في مناسبات كتيره. فكل ده كان لازم تستحق انها تتكرم. وده اللي حصل. احنا بنعمل اذا التكريم برضو عندنا برضو نقطه لازم اقولها لك احمد، دي ان احنا لما نيجي نقول هنكرم مين لازم تدرس الحكايه. بنكرم بناء على ايه؟ في دراسه بتتم، بطلب ان انا اعرف مجموعه حاجات عن الفنان اللي هيكرم مهما كان. يعني ادينا كرمنا مثلا التكريم اللي راح لهاله. يعني عندنا انت عارف هي تبقى بنت الصحفي الكبير ابو ذكري. نعم. وجيه ابو ذكري. وجيه كامله ابو ذكري؟ كامله ابو ذكري. طيب بناء. نعم. عليه. نعم. بناء عليه، بناء على اعمالها وبناء على الافلام اللي هي قدمتها. وكل ده اذا بيتم التكريم. يعني التكريم ما بيتمش كده عارف. ايه الرساله اللي كان الفنان الكبير حسين فهمي بي 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 بتخرج من مهرجان القاهره السينمائي للعالم من خلال مشاركه نجوم من مختلف دول العالم زي ما حضرتك بتقول، والنجوم المصريين والعرب كمان، ايه الرساله؟ الرساله بتقول هي موجوده، الرساله موجوده على الافيش بتاع المهرجان، البوستر بتاع المهرجان. ان الفيلم، ان المهرجان السينما يعني بيربط نفسه بالاخر. احنا عندنا قبول للاخر، عندنا تواصل مع الاخر. احنا مهرجان فني وليس سياسي، احنا بنبعد عن التدخلات السياسيه، ملناش علاقه باي صراعات سياسيه متواجده زي موجود اللي موجود دلوقتي ما بين اوكرانيا وروسيا في عالم بلا حروب. عالم ملوش علاقه بانما انسان. عالم له علاقه بالفن وله علاقه بالجمال. وازاي فلسفة الجمال هي الفلسفة اللي تطغى على مجتمعنا. هي دي يعني دي الاهداف اللي احنا بنسعى ليها، واحنا بعيدين تماما عن ان احنا نخش في اي صراعات سياسية. صحيح. ما يعني مش هسيس المهرجان للاسف الشديد. للاسف الشديد ان مهرجان كان سيس. يعني مهرجان كان السنة دي منعوا الافلام الروسي انها تتواجد. وده انا اتكلمت معاهم في حضرتك ضد ده. الفن لا تاسيس للفن. خطا
خطأ، ده خطأ كبير. وبعدين عملوا خطوة تانية، غلطة تانية، انهم جابوا زيلينسكي يقول كلمة لايف في حفل افتتاح. انت دلوقتي بقيت واخد سايد، بقيت واخد جنب معين. طب ده مش شغلتك. ده مهرجان سينما، ده مهرجان افلام سينما. دي مهرجان ثقافات مختلفة، شعوب. لازم احنا نقرب الشعوب لبعضها، ما نبعدهاش عن بعضها، ما نسببش ان احنا بالعكس نزيد الفجوة. احنا النهارده عندنا مهرجان القاهره السينمائي، وفي نفس الوقت بيتزامن مع كوب 27 في شرم الشيخ. طبعًا العالم كله طبعًا موجود عندنا كمان. ايوه، فدي احب اقول لك بقى ان احنا احب اقول لك ان احنا في المهرجان، من لما عرفت طبعا ان في ميعاد كوب، قلت احنا كمان مع المناخ، احنا قللنا المطبوعات الورقيه، احنا قلنا ان كل المواد البلاستيكيه هنحاول نقللها قد ما نقدر، كل ما نقدر نقلل المواد البلاستيكيه هنقللها. في عندنا عربيات جايبينها كهربائيه من شركات بيلفوا بيها رجال يعني اعضاء لجنه التحكيم، بيتحركوا بيها من الاوبرا للفندق. احنا كمان مع الكوب، احنا كمان مع المناخ. نعم، ده مهرجان. نعم، بنؤيد ده. يعني احنا عارف احنا بنتحرك في كل اتجاه، معانا ذوي الاحتياجات الخاصه، معانا ذوي القدرات الخاصه، معانا السبيشال اولمبيكس. انا سفير لل سبيشال اولمبيكس، اللي هي الاولمبياد الخاص. نعم، الاولمبياد الخاص. نعم، سفير دولي. نعم، فانا معاهم. فجبت الاولاد وطلعنا على الاستجاده الحمراء. يعني وعامل عربيات يد بتزق قدامنا اهو، قدامنا اهو. قدامنا على الهواء الصوره. نعم، اتفضل. طبعا بهتم بيهم، والعربيه مكتوب عليها مهرجان القاهره السينمائي الدولي. نعم، الكرسي العجل، الكرسي بتاع الهاند كابس. انا جايب اربعه من المهرجان موجودين في الاوبرا. اي حد محتاج يطلع يخش الصاله، طلبت منهم يبقى فيه رامبس، يبقى فيه مطالع ومنازل ليهم يستخدموها، الكراسي المتحركه عشان يستخدموها، عشان يحضروا العروض، عشان ما يبقاش في عقبات. نعم، يعني بقول لك فكرت في كل حاجه. لا، اولا والله ربنا، اولا فخر، متشرفين، مبروك مره ثانيه. شرف ليك. وعلى لي هذا النجاح اللي هو لينا كلنا، انه في الاخر بنتكلم على مصر. بالزبط، نقدم صوره مصر الحقيقيه. بالظبط بالظبط. فنان الكبير حسين فهمي، بشكرك.